السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم تراكلر. اليوم جايب لكم لايف كومنتري مدون اوفر 3 على الماب باك. ان شاء الله راح يكون اللي سوى ينزل يعني اليوم او يمكن امس نزل، والله ما ادري، بس انا حملت الطور الحين، توني محمله. يمكن انا قاعد اسجل الحين الساعة العصر قاعد اسجل، بس نزلت الظهر. سبيشال اوبس نزل ما بين، وميتا بلاير نزل ماب واحد اسمه بلاك اوبس بلاك بوكس. بلاك بوكس. طيب ندخل الميتا بلاير، ان شاء الله يعجبكم لايف كومنتري، وان شاء الله ابدع الماب. ما لعبت الا يمكن ثلاث مرات، هو يمكن اربع ايام كذا لعبته. صراحة هو يعني ما عجبني، هو عجبني لكن يعني مو ذاك الزول، اني ما ان الماب زبنات صراحة، كله زبن وسنايبرات، يحطون اساسا وسنايبر وزبن تسدح. تبون انت الحين صارت لنا اخوي يلعب، يلا عادي، بس ترى اتوقع انه بصير لاق لاق لاق، لان اصلا الماب باك ما حد شراها، والله ما حد شراها. ادخل نص ربع ساعة، بس اذا جت بدري اليوم الحين عاد زين. انا انتظر مباراة خلطهم، بس دقايق بس اسوي شيء. اوكي خلص علينا يا ابوي. انا كنت بخليها يعني ما ابغى تخليها العب كومنتري، لكن على كلامكم تبغى العب كومنتري. واحد قال لي العب بسنايبر، لكن والله ترى مو بذاك الزود، يمكن العب بداية سنايبر ثم اغير، لان اذا مو بذاك الزود سنايبر بس اوكي. دخلنا نزل جيم نص الجيم دوميليشن عادي. بعد الجيم راح اطلع اوريكم الثيم اللي يجي مع المابات، الماب باك اللي تو نزل الثالث. يا شباب ترون الماب باك والله الاليت، بس الاليت اللي بفلوس $50، لا مو نص الجيم كفو، الاليت اللي بفلوس $50. ما قلت لكم في ناس يتكلمون. يلا وين ترى والله ماني حافظ المابات دي، ماب ذا بلاك بوكس اسمه، ماني حافظه مرة. لأنه صعب شوي. يلا إن شاء الله نقدر بس نجيب جيم بلاي زين بيطريكم. بحكم إني لعبته يمكن ثلاث مرات أربع مرات، الماب ذا يمكن في مكان واحد بس يشبه شوي ترمينال، هذا الماب، هذا مكان الطيارة ذا، لكن ما يشبه إشبال. إني إذا دخلت تشوفون الحين راح أدخله، لكن إذا دخلته لكن ما يشبه الطيارة من برا، ما تشبه له. لكن يعني قل طيارة، قل ترمينال، قول كذا. والله نزل المابات حقت كود فور وكذا، شو اسمه كود فور كود ستة كان أفضل. أدري أوي في كفو، عاد تحسبوني بجيب جيم بلاي زين، والله ما أتوقع إني ما أدري سنوب هذا برد تفرجنا. واحد هنا في واحد هنا، خذ بس صاروخ عشان نجيب كوبرا ونرتاح ونجيب قبلي زين. وين وين وين؟ قلت لكم ايش قايل لكم هنا؟ انا قايل لكم حاطين اساسا كلهم، ما ادري اساسا ما ادري حقت الايكف كوبرا قلناها. اتوقع اني حاط هارد لاين، اصبر اي حاط هارد لاين، لان كان على كنت بطلع موب في المابات الثانية، لكن يو واحد هنا. والله كفو يعني لما لعب كومنتري يعني قدرت اجيب كوبرا يعني، لكن كل اعلام. واحد هنا في ناس هنا اكيد. شوف افضل ما بين الحين جت في الماب باك، هذا الماب يمكن يعني نقول نقدر زين، وخريطة اوفر واتش يعني نقول افضل ما بين بلاك بوكس واوفر واتش، يمكن هذا افضل ما بين نزلت في الماب باك. البقية اما بيازا بيازا وليبريشن ما اتوقع زينة، طاحت من عيني يعني. لا صارخ كنا نبي صفر كذا موتات، دارنا دومينيشن تربط طول، لكن شو نسوي؟ خذ اوف اوه والله اثنين كانوا تفتهم امهم، شو اسوي؟
خلاص خلاص راح ننتف راح ننتف بس خلاص كلهم موت هنا شيء غريب اليوم ما في هذا الجيم ما لعب سنبرات يعني غريبة مرة بعدين أما أنا ذا الملعب طيارة تحسونها معي له صح اي في واحد هنا ان شاء الله ما ينتفني كم انا فنان لا 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 لا, لا. كفو واحد حس هنا واحد فوق انفلش هنا بس 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 ما تصرخ تم يصرخ خير والله جبت الواحد ما اتفقنا طيب واحد مستقعد هنا يا ابوي 13 4 والله ما جبت انا قد لعبت كذا يعني يمكن باللايف كومنتري هذا بدعت شوي ترى نقول كلها اموت 26 25 انا ابوي في واحد هنا في واحد هنا هيا هنا في واحد اتوقع اتوقع هنا هيا والله فنان انا يا ولد يا شباب تروني لاعب محترف كنت ان شاء الله المقطع الجاي راح احاول اني انزل لايف كومنتري باتل فيلد كنت بنزل لايف كومنتري مع التابوت لكن شفت الماب باك نزلت قلت انزل ماب باك ثم بعدين لايف كومنتري مع تابوت ان شاء الله لا لين داخل الطيارة شفت يا لين راحت عليك يا تراكلر واحد فوق هنا نتف دن نتف والله ما لي ذنب ترى تذبحني داري بتكتبون في الكومنت يا نوب يا نوب يا نوب وانا اتوقع انه ما بيعجبكم اذا ما عجبكم قولوا لي عشان ان شاء الله اجيبكم جيم ثاني احاول انا هنا هذا هو يا اخي طيب ليش تذبح خيب يذبح ذا النوب ذا خذ فلاش فلش اي مكان شباب والله انصحك بدل ما بتفلشون اي مكان لانه ما ادري كيف كل مكان يطلع لك واحد اي مكان تلقى واحد انا 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 اقدر هنا 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 واحد زابن والله انت تحاول انت شوف هناك راح راح احاول اني استقعد له وانت فوق فلش هنا 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 احساسي ان في واحد هنا راح ينتفني بعد احس وانا وانا وينك يا نوب وينك طلع هم ولا وش بالضبط من هنا ايش قلت لك انا في واحد هنا لكن انا هنا غير فلاش يا كينج يا طلق سكيلر كينج 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 هنا ذا خذي بس لا 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 اوكي في ثلاثة قدام انا عارف خذ بس اعطني سنايبرك يا ليل ترى والله ما ادري بس ارمي كذا حطيت صاروخ كذا بس اني ما شبحت هنا 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 راح انت فرح انت هذا المنوب هذا ينوب
تعشيقه. يلا خذ يا بيلي يعني كمان. لا لا تكفى 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 تنتف. طلع راسه يبغى ينتفني. نتف كفى والله انكم زين. منقول اف فريق جامد. داري انه ما بيعجبكم لايف كومنتري يمكن اني ما حتى بغيت اسوي نفس اول يعني انزل ثم اعطي رايي في الماب هذا زي كذا، لكن الناس طلبوا لايف كومنتري ما بقول شيء. احسب لكم لايف كومنتري، راح اسوي لك لايف كومنتري بعد خذلك. وراح اعطيكم صاروخ لكن ما بيجي شيء حس يا كبير يا طارق سكيلر 25.9 زين. هذا لايف كومنتري بالجيم. الله اخذ بحيان بعدنا كفو. هذا اللايف كومنتري ان شاء الله يعجبكم. بس قبل ما انهي اللايف كومنتري اصبروا، راح اطلع من الجيم. اصبر خليني انت الجيم بس راح اطلع منه اوريكم الثيم، لان الثيم ناس يريدون ثيم وراح يعجبهم. راح يسالني اكيد واحد يقول له منين جبت الثيم. الثيم يجي مع باك ما باك اللي تو هذا اللي تو جاء يقول بليز وايت. يعني انت من فضلك لي كيف السوني و يرجع. هذا هو الثيم مدر وور 3 كول اوف ديوتي مدر وور 3. هذا هو الثيم ان شاء الله عجبكم وان شاء الله تحملون ما باكلكم. وما لقيت ولا سعودي صار والله، ولا سعودي ما في ولا سعودي. المهم خلاص هذا اللايف كومنتري انتهى. شباب في مقطع ديسكريبشن انا سويت لايف كومنتري مع واحد، يا ليت تروحون تسوون لايك وفيفرت وتشتركون في قناه صاحب اللايف كومنتري. و بس هذا اللي كان عندي. يا ليت تسوون لايك فيفرت كومنت سبسكرايب، راح تساعدني كثير. كما اخذ من طرق الاريطل بس تزال لدك كبارتك. يلا السلام عليكم.